قرر وزير التربيه والتعليم الدكتور وليد لمعاني تفويض صلاحيه تاخير الدوام الصباحي او تعطيل المدارس لمديري التربيه والتعليم وفقا للحاله الجويه السائده كل وفق منطقته. ودعا لمعاني مديري التربيه والتعليم في الميدان الى التواصل والتنسيق مع الحكام الاداريين في مناطقهم لاتخاذ القرار الانسب حيال ذلك حرصا على سلامه الطلبه والمعلمين.